غتكون نصيحه مع الاخصائيه التربيه منى بناني. والنصيحه ديال اليوم غنتكلموا فيها على بعض الحيل نعم والطرق اللي من خلالها كنعاونوا الوليدات باش ما يستعملوش التليفون. كانت ام خديجه تقول لبنتها عام ونص وني لاصق على التليفون مجرد ما كيصوني كتمشي تجري ما شاء الله عليها. دان حيل وطرق باش عوض ما نضربوهم اولا نتعصبوا معهم اصلا يتجنبوا استعمال التليفون او لا اي شاشه. تماما. حنا هنا اذا يعني ملي كنهضروا البنيته هنا عندها عام ونص اذا فضروري من 3 سنين لتحت ممنوع الشاشات. ملي كنقول ممنوع الشاشه بصفه نهائيه بصفه نهائيه ما كاينش فيها التليفون ولا غير باش تاكل ولا غير ربع ساعه ولا قسمين ولا غير واحد الاشهار في التلفازه. لا ممنوع الشاشه ممنوع. اذا فهنا هذه من 3 سنين لتحت. من 3 سنين للفوق واخا كنعطيو الشاشه للطفل فضروري نقننوا داك الوقت ديال الشاشه. كنبقاو طالعين بشويه بشويه يعني غنعطي 15 دقيقه في اليوم 20 دقيقه في اليوم حتى غنوصلوا لنص ساعه. دخلنا في الوقت الحر. تماما في الوقت الحر. ولكن هاد الوليدات هادو راه خاصنا حنا نعلموهم من الصغر كيفاش يشغلوا الوقت ديالهم. نعلموهم بان الوقت فيه مجموعه ديال الاشياء ما يديروا. اول حاجه نعلموهم كيفاش يكون عندهم واحد حب الاكتشاف. لان الطفل ملي كيولي ما عنده ما يدار كيمل وملي كيمل كيولي يقلب على شنو اللي داير به. كيولي عنده قوه الملاحظه كيلاحظ الاشياء اللي داير به. يمكن له شي نجبد غير هاد الورقه هادي مثلا غيصنع لك منها مجموعه ديال الاشياء. علاش؟ لان ما لقى ما يدير. اذا الملل الايجابي اللي كيعطينا فرصه ديال الاكتشاف الابداع ديال الاختراع. اذا فهنايا كاين وقت اللي كنعلموا وليداتنا يلعبوا بوحديهم وكاين وقت اللي وليداتنا خاصنا حنا نعطيوهم الخاطر باش نلعبوا معاهم. وهذه هي بحال اللي كنقولوا حنا هي الحاجه اللي صعيبه عند كل ام وعند كل اب. علاش؟ كتقول لك الوقت. انا ضيق الوقت ما عنديش او لا ما عنديش الخاطر. كنجي راسي مفروع سواء كنت كتشتغل داخل ولا خارج المنزل كتقول لك انا راسي مفروع ما عنديش الكانا. كيفاش لقاو هاد الوقيت او هاد الخاطر؟ ضروري نخرجوا ولو نص ساعه الام ونص ساعه الاب في اليوم على الاقل. هذيك نص ساعه غنحط فيها حتى انا الهاتف النقال غنحط فيها الشاشه غنحط فيها كل شيء وغنتفرغ لذاك الطفل ديالي اللعب معاه. كل عمل يدوي للطفل من عامين ما فوق فهو مهم بالنسبه للطفل. اولا كيعلمو التركيز، ثانيا كيعلمو انه كيخدم يعني الحسي الحركي كيخدم عند الطفل. اذا اي عمل يدوي يمكن يلعب معاه بلا باطامودل، يمكن يلعب معاه بلي بوزل بلي ليغو، يمكن يلعب معاه بالتلوين، يمكن يلعب معاه ندخلو معايا الكوزينه نديرو يعني نشاط في يعني في المطبخ نديرو انا وياه نزوقو حلوه. يمكن مثلا نعطيه انا كنعجن العجينه نعطيه طريف العجينه ويلعب معايا قدامي بها. انا كنقطع الخضره نعطيه حتى هو واحد يعني على حسب السن ديالو موس ديال البلاستيك ونجلسو حدايا ونعطيه نجبد له الخضره. يعني كنشغلوا وقته باشياء ايجابيه والعاب ايجابيه. وفي نفس الوقت حتى الطفل كيتعلم. مثلا نعطيك غير مثال، طفل عنده عامين ونص ولا ثلاث سنين كنبغيو نبداو نعلموه مثلا الالوان. الا جبدت الفواكه والخضره اللي عندي ونعطيه حتى هو يعاود يستفها، اول حاجه كيحماقوا الاطفال على هذا الشيء معنا في المطبخ. وفي نفس الوقت حتى هو كيتعلم هذا اللون الاحمر يعني باي لغه بغيت، بالعربيه بالفرنسيه بالانجليزيه اي لغه بغيت. غنعلمو الالوان نعلمو العدد الاشياء نعطيه مثلا داك لي بواط البلاستيك يلعب بهم نجلسو حدايا في الكوزينه وانا كنشتغل قدامه وهو كيلعب بهم. احنا كنديرو ترويض حسي حركي للطفل. يعني ماشي ضروري اننا يكونوا عندنا اشياء اللي غاليه باش نديرو انشطه مع وليداتنا. يعني من الاشياء اللي هي موجوده عندنا في الدار وبسيطه ممكن نخلقوا انشطه للفائده الطفل ديالي. اذا فعلا مجموعه هاد الاشياء نديرها مع الطفل ديالي انا كنبسط معاه وكنمر معاه وكندوز وقت متعه وفي نفس الوقت كيتعلم بعيد على الشاشه. نعم شكرا منى سيتي بناني الاخصائيه في التربيه. شكرا لك.